بعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يعوض هذه المباراة هناك في لبنان في شهر 9 أو مع نهاية شهر 9 بالتحديد. أحمد فتحي وهو راجع في الطريق يعني كده بنقول له الحمد لله على السلامة، عمل حادثة سير كده صعبة شوية لكن الحمد لله هو سليم، عنده بعض الكدمات من خلال الحادثة دي لكن هو خلاص سليم، وإن شاء الله بنسبة كبيرة هيكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي المتجهة لتونس عشان تأدي مباراة الترجي التونسي. ربنا نجاه يا أمير، الحمد لله الحادثة كانت كبيرة لكن الحمد لله العناية اللي هي أنقذت الكابتن أحمد فتحي اللي سليم بالمرة، ولكن الحمد لله رب العالمين. هي طبعا السيارة حصل لها تلفيات لكن الحمد لله، وإن شاء الله هو موجود مع بعثة النادي الأهلي طبعا اللي هترأسها كابتن محمود الخطيب إلى تونس إن شاء الله. طبعا إن شاء الله. طيب نخش بقى في حلقتنا بوب النهارده. اتفضل بقى، عايزين بقى نعرف بقى النهارده عندنا ايه ومحضرين ايه للناس للجمهور.